في قصة بعنوان الشيطان ينتصر بيقول الكاتب توفيق الحكيم إنه كان في قرية في صعيد مصر أهلها ناس بسطة وطيبين، لكن كان عندهم شجرة قديمة قوي في القرية بيقولوا عليها شجرة البركة، ويطلعوا في أيام معينة في السنة يقعدوا تحتها علشان ياخدوا بركة. ما عجبش الكلام ده شاب مؤمن بالله ومتدين، فخرج في يوم ومعاه الفاس وطلع علشان يقطع الشجرة، وفجأة ظهر له الشيطان قال له إيه اللي انت هتعمله ده؟ رد عليه الشاب المؤمن أنا جاي أقطع الشجرة اللي انت ضحكت على الناس وخلتهم يعبدوها ويكفروا بالله. وقامت المعركة بينهم، وفي لحظة مسك المؤمن إبليس وحطه تحت رجله. وبتقول القصة إن إبليس قال للشاب ده عندي ليك عرض وعايزك تسمعني فيه، أنا عايزك تسيب الشجرة ما تقطعهاش، وأنا أوعدك إني هحط لك كل يوم تحت المخدة بتاعتك جنيه ذهب. رد الولد وقال له أنا أعرف عنك إنك كذاب وأبو كل كذاب، أنت هتديني جنيه ذهب كل يوم لو سبت الشجرة؟ قال له طب جرب كام يوم ولو ما حصلش يا سيدي ابقى تعالى اقطع الشجرة. روح الشاب المؤمن ده وصحي فعلا من النوم تاني يوم لقى تحت مخدته جنيه ذهب، واليوم التاني برضه كذلك، لكن في اليوم التالت والرابع والخامس ما لقاش حاجة خالص. فقام وهو في قمة الغضب وراح أخد الفاس وطلع علشان يقطع الشجرة، والمرة دي برضو لما ظهر له إبليس قال له جاي تعمل إيه؟ قال له جاي علشان أقطع الشجرة لأنك طلعت كذاب. ولما قامت الخناقة بينهم مسك إبليس الشاب المؤمن وحطه تحت رجله، وبنفس متقطع بدأ المؤمن ده يقول لإبليس أنت إزاي المرة دي غلبتني؟ قال له المرة اللي فاتت كنت جاي وقلبك نظيف غرضك بس إنك تكرم إلهك، لكن المرة دي أنت جاي علشان نفسك وعلشان الفلوس. وخسر المؤمن المعركة بسبب الفلوس. ربما تكون القصة دي رمزية لكنها في واقعها حقيقية ومأساوية. ياما حاجات حلوة في حياتنا خسرناها علشان نكسب فلوس. من النزعة المادية اللي بقت مسيطرة على حياتنا في الزمن ده بقينا عايشين في صراع ومنافسة، ضحك علينا إبليس وخلانا كل هدفنا في الحياة اننا نبقى احسن من بعض واغنى من بعض وانجح من بعض، واللي فينا ظروفه على قده بقى عايش في هم وقلق وقلة نوم علشان حاجة اسمها تأمين المستقبل وتوفير الاحتياجات بسبب الغلا. كتير فوقني الرب وانا غرقان في تفكيري في الماديات واحتياجات المستقبل، وكأنه بيقول لي اصحى فوق، انت نسيت رسالتك ودعوتك وبدأت تروح في حتة تاني خالص. ويمكن ده اللي شجعني النهاردة ان اقول لك الكلام ده، فوق يا صديقي، بلاش تخسر سلامك وراحة بالك وهدوءك علشان حاجات مش هتدوم. اوعى تخسر علاقات حلوة في حياتك من أصدقاء أو إخوات علشان خاطر المال. ياما المال فصل بين إخوات وأحباء وعائلات، ياما دمر حياة ناس كتير قوي. أكيد كمان مش محتاجة أفكرك إنها ما تستاهلش اللي أنت عامله في روحك ده، لأنك هتطلع منها من غير ولا حاجة. أكيد مش محتاج كمان أفكرك إن لما الرب بيبارك في اللي في إيدك ده أحلى بكتير من اللي تقدر تجيبه بضغط وهم وتعب وارتباك. أنا مش بقولك خليك كسول، لكن بقولك خليك مجتهد وبطل غيرة ومنافسة. عيش باكتفاء وافرح باللي الرب ادهولك، وتعلم إنك كمان تدي من اللي في إيدك، لأنه زي ما الكتاب قال العطاء مغبوط أكثر من الأخذ. نفسي أفكرك بالكلام اللي قاله بولس الرسول تيموثاوس في رسالته الأولى أصحاح 6 وعدد 6، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. بصلي النهاردة أن الرب يدي لك سلام جوه قلبك، فترجع تثق في الله في تدبير احتياجاتك للمستقبل، وتحرص أنك ما تحبش المال ولا تخلي ليه مكان جوه قلبك، لأن محبته زي ما انت عارف هي أصل لكل الشرور. نفسي تقرب من الناس اللي حواليك وتكون علاقاتك مع الناس طيبة وما تخسرش حد من أجل المال. نفسي كمان تعمل دورك وتجتهد، لكن تتعلم أنك تثق في الله أن مستقبلك ومستقبل ولادك بين إيديه. بصلي الكلمات دي تشجعك. وائل إدوارد.